أهلا، ممكن نتخيل شوية؟ نتخيل إن الثورة نجحت في البحرين وامتدت من البحرين للإمارات، من الإمارات للسعودية. إيش تتوقع راح يصير؟ صدقوني راح يكون حالنا أفضل بكثير مما أنتم تتوقعون. طبعا أكيد البعض بيقول حتكون فوضى، حيكون وحيكون 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 وحيكون. هل تتوقع إحنا دحين الحياة اللي إحنا عايشينها ما هي فوضى أصلا؟ ما هي سرقة؟ ما هي نهب؟ سرقوا بلادنا، سرقوا خيراتنا، سرقوا بترولنا، سرقوا أراضينا، سرقوا ثروتنا، سرقوا كل شيء يا جماعة. لازم انتو تعرفوا ذا الشي. طبعا لما قامت الثورة في البحرين الحكام صعقوا جدا جدا جدا، لأن دولة صغيرة مثل البحرين ما كانوا يتوقعوا اطلاقا انه تكون فيها ثورة. طبعا كالعادة ايران ورا الموضوع ومن هذا الكلام الفاضي. أنا حابة أوصل رسالة للحكام العرب، ما بقى أي تعليق من أي أحد يقول لي أنت من إيران ولا أنت مع أمريكا ولا أنت مع، أنا ماني عارفة شو. أنا سعودية، ماني ممولة من أي جهة. هذا الشيء لازم تعرفوه. كل اللي أبغاه الحرية، الحرية لبلدنا. أبغى أعرف أنا أمريكا وينها؟ راحت لليبيا، سيبت البحرين. شي طبيعي، عشان البترول، عشان الفلوس، عشان مصلحتها. الجيش السعودي تحرك فورا لتدمير، آسفة، لمساعدة الجيش البحريني المسكين. ليه طيب؟ ليه؟ عشان لا تقوم ثورة في السعودية، لأنه لو قامت ثورة في السعودية أمريكا حتروح في الباي باي، البترول ما حيوصلها. لذلك أمريكا من مصلحتها إنه يبقى الطغيان ويبقى كل شيء على ما هو حاله في الخليج العربي. بشوية بتقولوا لي الإمارات أحسن دولة، أقول لكم الإمارات دولة ملعونة. بمجرد انه فيها معارضين هددت سحب جنسيتهم، تخيلوا كأنها بلد ابوهم. طبعا السعودية كلنا عارفين معتقل ذهبان في جدة، والمعتقلات الاخرى في الشرقية في الرياض، كله عشان الرأي، كله عشان صوتنا لا يوصل للعالم. أنا أبغى أقول آخر شيء، رسالة للحكام العرب. إن ما كان بيدنا سقوطكم راح يكون بيد الأجيال الجديدة. ولا تظنوا إن سكوتنا وخنوعنا وصمتنا هو ضعف أو قلة حيلة، ولكن زي ما يقول اتقي شر الحليم إذا غضب. واعتقد احنا خليجيين لازم نتحرك soon or later. الشعب الخليجي اتمنى انه نحن نتحد قدام هذا الطغيان، قدام هذول الفاسدين والشرذمة. شكرا لكم.